مرحبا بكم، معكم محمد عباس الباشا إلى مباريات الجمعة الثالث من نوفمبر 2023. المباراة الأولى موعدها الخامسة مساء وتجمع الطائي والفيحاء بملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد. نادي الطائي في المركز الرابع عشر بعشر نقاط، وكان قد فاز في آخر مواجهاته على الرياض بثلاثة أهداف لهدفين. أما نادي الفيحاء فيجمع في رصيده 14 نقطة، يحتل بموجبها المركز الثامن، وكان قد خسر في آخر مبارياته من النصر بثلاثة أهداف لهدف. المباراة الثانية ليوم الجمعة ستكون عند الخامسة أيضا بملعب مدينة الأمير عبدالله، وسيكون طرفها نادي الهلال والفتح. نادي الهلال في المركز الأول ب29 نقطة، وكان قد ظفر بنتيجة مباراته الأخيرة والتي جرت أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف. أما نادي الفتح فيتمركز رابعا في ترتيب الدوري وفي رصيده 23 نقطة، وكان قد كسب آخر مبارياته بهدفين مقابل هدف أمام الرائد. آخر مباريات الجمعة ستكون عند الثامنة مساء بإستاد الملك فهد الدولي، طرفا مباراة نادي الاتحاد ونادي الشباب. الاتحاد في المركز السادس ب21 نقطة، وكان قد خرج بالتعادل أمام الحزمة في آخر مبارياته بالدوري بهدفين لكل. أما الشباب فمركزه الحادي عشر ب12 نقطة، وكان قد خسر آخر مبارياته أمام أبها بهدفين مقابل هدف. قبل أن ننتقل إلى مباريات السبت الرابع من نوفمبر، هذا جدول مباريات الجمعة. مباشرة إلى مباريات السبت، وأولاها ستكون عند الخامسة بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، وتجمع أبها والأخدود. نادي أبها في المركز الخامس عشر وقد جمع في رصيده 10 نقاط، وكان قد فاز على الشباب بهدفين مقابل هدف في آخر مواجهته. أما الأخدود فيحتل المركز السادس عشر ب7 نقاط، وكان قد خسر أمام ضمك في آخر مبارياته في الدوري بهدفين نظيفين. المباراة الثانية ليوم السبت موعدها الثامنة، ومسرحها استاد الأمير محمد بن فهد، وطرفها نادي الاتفاق والرائد. نادي الاتفاق في المركز السابع وفي رصيده 20 نقطة، وكان قد كسب آخر مبارياته في الدوري بثلاثة أهداف لهدفين أمام الوحدة. أما الرائد فترتيبه 18 والأخير، وله من النقاط 5، وكان قد خسر أمام الفتح بهدفين مقابل هدف في آخر مواجهته. المباراة الثالثة ليوم السبت سيكون طرفها نادي النصر والخليج عند الثامنة بملعب الأول بارك. نادي النصر في المركز الثاني من دوري روشن وفي رصيده 25 نقطة، وكان قد كسب الفيحاء في الجولة السابقة بثلاثة أهداف لهدف. أما نادي الخليج فيقف في المركز الثالث عشر وفي رصيده 10 نقاط، وكان قد خرج بالتعادل بهدف لكل أمام التعاون في مباراته الأخيرة في الجولة السابقة قبل استعراض مباريات الأحد الخامس من نوفمبر. هذا جدول مباريات السبت. أحد الخامس من نوفمبر 2023 ثلاث مباريات. المباراة الأولى بين التعاون وضمك عند الخامسة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. التعاون تراجع للمركز الثالث بعد تعادله في الجولة السابقة بهدف لكل أمام الخليج، ويجمع التعاون في رصيده 24 نقطة. أما ضمك فمركزه التاسع برصيد 13 نقطة، وكان قد فاز على الأخدود في آخر مواجهاته في الدوري بهدفين نظيفين.
المباراة الثانية تجمع الحزم والوحدة عند الخامسة بملعب الحزم. نادي الحزم يتمركز في المركز 17 بسبع نقاط، وكان قد خرج بالتعادل أمام الاتحاد بهدفين لكل في الجولة الفائتة. أما نادي الوحدة فمركزه 17 وفي رصيده 13 نقطة، وكان قد خسر أمام الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة السابقة. آخر مواجهات الجولة سيكون مسرحه ملعب الأمير فيصل عند الثامنة، ويجمع الأهلي والرياض. الأهلي في المركز الخامس ب22 نقطة، وكان قد خسر آخر مبارياته في الجولة السابقة أمام الهلال بثلاثة أهداف لهدف. أما نادي الرياض فيقف في المركز الثاني عشر ب11 نقطة في رصيده، ومباراته الأخيرة في الدوري كانت قد انتهت بالخسارة أمام الطائي بثلاثة أهداف لهدفين. اترك تعليقك أسفل الفيديو.